بعد 45 كيلومتر من واحة الفرافرة بالوادي الجديد و500 كيلومتر من القاهرة، تقع محمية الصحراء البيضاء. تلك المحمية التي تقطع اللون الأصفر المميز للصحراء الذي اعتادت عليه العيون بلون أبيض ثلجي، يضم لوحات فنية نادرة الوجود، لوحات شكلتها الطبيعة من الحجر الجيري على مدار العصور، بعضها يأخذ شكل عيش الغراب والأخرى على شكل رأس الطائر، وغيرها من اللوحات الفنية الطبيعية المبهرة. الصحراء البيضاء تم إعلانها كمحمية طبيعية في العام 2002، وتصل مساحتها إلى نحو 3010 كيلومترات مربعة. ومن أشهر مناطق تلك الصحراء منطقة المشروم، وهي أكثر المناطق جذباً للسائحين داخل المحمية، وفيها منظر لنحت كبير من الحجر الجيري يشبه المشروم أو عيش الغراب. كما يوجد بها ثلاث عيون مياه رئيسية، عين حدرة وعين الصرو وعين المكفي. والعيون الثلاث تحيط بها أشجار النخيل والمزروعات الكثيفة، وتوفر المياه للحيوانات وتمثل مكانا لاستراحة زوار المحمية. مرة تانية بنرجع مع كل مشاهدينا وحديثنا عن المحميات الطبيعية في مصر. احنا عندنا 24 محمية، وعندنا محميات طبيعية من أقدم المحميات الموجودة في العالم، ووفقا للقانون جديد تم إصداره المفروض أن المحميات دي توصل عددها ل 40. تفاصيل أكتر عن المحميات الطبيعية في مصر وكيفية الحفاظ عليها وتوعية السادة المواطنين بالسياحة البيئية والحفاظ على المحميات الطبيعية من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم، استاذ بكليه الاثار جامعه القاهره والخبير الدولي في التراث. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. دكتور بديل، خلينا نبتدي من يعني نعرف يعني ايه محميه طبيعيه. هل ليها مواصفات معينه؟ هل يعني ليها يعني لازم يكون في حاجات معينه عشان خاطر الحته دي؟ مش اي حد ياخد حته ارض كده يقول لك دي محميه. تمام. ايه بقى المواصفات دي؟ عايزين نعرف من حضرتك، خصوصا ان احنا دلوقتي برضه في موسم، احنا يعني مكاننا مصر محطوط في حته كده لازم يعدي علينا كل اسراب الطيور المهاجره مثلا رايح او جايه يعني. تمام، اسمحوا لي بس في البدايه ان انا اسجل تضامننا الكامل مع جيشنا الباسل وشرطتنا، لان الموضوع مرتبط ببعضه في تطهير مصر كلها من جذور الارهاب، وساعتها هيبقى المحميات اللي عندنا هنقدر نطورها وننميها ونستثمر فيها. فاحنا على ثقه كامله ان جيشنا اللي اتحطمت على صخرته امال المعتدين من قبل انه قادر على تطهير سيناء وتطهير كافه ربوع مصر من الارهاب. طبعا فيما يخص يا استاذ حاتم، انا شايف قبل الاجابه على سؤال حضرتك ان مصر كلها هي محميه طبيعيه. يعني حضرتك لما تجيب النموذج والكتاب والشروط اللي بيقول ايه عشان نقول على دي محميه طبيعيه، تلاقي عبقريه موقع مصر، خلينا نقول على الموقع كله والبلد كلها ان صحيح. دي محميه طبيعيه. عندك بحر ابيض متوسط في الشمال بما فيه من كائنات وبما فيه من صخور، وبحر احمر في الشرق بما فيه من شعب مرجانيه وسديات ويفصلهم قناه السويس، ثم في النص نهر النيل. حتى الناحيه الغربيه عندك صحراء ممتده في تكوينها لحد المحيط الاطلسي. صحيح. هذه العبقريه في الموقع بتخليك تقول ان في كل محافظه عندك محميه طبيعيه. محميه طبيعيه وضع لها شروط، اما ان هي تضم تنوع بيولوجي، او ان هي تكون ذات موقع استثنائي عالمي، او ان هي تمثل لك موقع فائق الجمال. طب ما احنا عندنا مصر موقع فائق الجمال مصر كلها واستثنائي من آلاف السنين. إذن
هذا التعبير الذي اصطلح عليه المجتمع الدولي ووضع له اتفاقيات لحماية المحميات وحماية ما يسمى بالتراث الطبيعي. لو بصيت حضرتك على أرض مصر كلها ونبتدي بسينا، هي ليه سينا هدف قوي؟ لأن سينا بس مش هنتكلم عن التراث الثقافي النهاردة، احنا بنتكلم عن التراث الطبيعي. هي عبارة عن محمية كاملة بدءا من محمية رأس محمد والنبق ومحمية الطور. حضرتك محمية الطور لما تيجي تتكلم عنها، صحيح احنا قمنا بتسجيل دير سانت كاترين في قائمة التراث العالمي، لكن لسه عندنا المحمية الطبيعية كتير. المحمية الطبيعية بما فيها من النباتات، حضرتك تعرف ان السياح للآن بييجوا في جبل الطور ياخدوا نباتات صحية ونباتات للعطور ونباتات للتجميل. والحقيقة ده كمان مجال جيد جدا لفتح الاستثمار وتصدير هذه النباتات الطبية للخارج، لانه الاعشاب الطبية هي يعني طلعة رباني في المنطقة دي وناس كتيرة عايشة عليها، فلما نستثمر الموضوع ويدخل بقى باكينج كويس بتاريخ صلاحية با ممكن يبقى دخل قومي للبلد. سؤال مهم يا استاذة هند، العالم كله الان بيتعامل مع المحمية الطبيعية بمصطلح الاستثمار في التراث الطبيعي. ليه استثمار في التراث؟ زي ما حضرتك تفضلتي، احنا عندنا نباتات نادرة، عندنا نباتات طبية، عندنا نباتات بتدخل في وسائل التجميل. كل ده بس يوضع تحت إشراف دقيق، هيئة عليا، تحت منظومة وتحت آلية ميكانيزم معين يدير هذه المشياء. ثم الإضافة الثانية ان حضرتك بتدمجي السكان المحليين والسكان المحيطين بالمحمية في هذه الأعمال، فإذا حضرتك بتكافح الفقر، بتنشط السياحة، بتوفري ما هو علاج، صحيح، ما هو تجميل في هذه الأشياء. ثم الناحية الأخرى، لو اتكلمنا عن المحميات الطبيعية في سيناء، مش هنقدر ننسى ما يسمى في المواثيق الدولية أشكال التعبير التقليدي اللي احنا بنسميه الحرف والصناعات التقليدية. ده وضعت اتفاقية كاملة لحماية الملكية الفكرية عشان هذا النوع من الأعمال. إذا هنجيب من مجتمعنا الجميل في سيناء الحرف التقليدية والصناعات، والمرأة السيناوية والمرأة المصرية تبدأ تعكس لي جمال الطبيعة المصرية طبعا. عند السياح وعند الزوار وعند الزائرين. إذا سيناء بوجه خاص هي محمية طبيعية متكاملة ممتدة من شمالها الى جنوبها. احنا ده ما اتكلمناش على السياحة الشاطئية ولا السياحة الرياضية، يعني خليها على جنب كده، خلينا نتكلم في الحاجات تمام. وزي ما عايزين نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ربنا بيدينا ما نتكلمش يعني. السياحة الشاطئية يا استاذ حاتم، عندك سينا اجمل شواطئ في العالم، صحيح، اجمل شعاب مرجانية. ده حضرتك بتبقى في الاوتيل وتتمشى شوية تلاقي الاسماك الملونة تحت رجليك، تلاقي الشعاب المرجانية تحت رجليك. ما فيش في جمال احسن من كده، صحيح. ده انتوا فعلا برنامجكم مصر جميله، فعلا مصر جميله الحمد لله بالادله والاشياء الموجوده فيها. دكتور عزيز، لو رحنا للفيوم، نعم، ورحنا للمحميات اللي هناك، يعني خلينا نسيب سينا ونرجع للفيوم شويه ونرجع تاني لسينا. طيب انا عايز اركز شويه على، عشان احنا يمكن في موسم، يعني احنا بنبقى قاعدين هنا بنقدم البرنامج وبنشوف اسراب الطيور بتعدي رايحه اوروبا في البرد طبعا، او العكس، او جايه من اوروبا لهنا لافريقيا في البرد، والعكس في الحر بتروح الناحيه الثانيه. فعندنا محميات جميله جدا وفي انواع كثيره جدا من الطيور، وعندنا انواع كثيره جدا من الحيوانات في سبيلها الى الانقراض، زي الفينك اللي هو الثعلب الابيض ابو ودان طويله دوت، موجود هنا في مصر جميل. يعني بكثره الحمد لله، وقدرنا ان احنا نحافظ على المتبقي منه. الاسد الاسيوي اللي موجود عندنا يمكن كان موجود في صحراء سيناء في عدد معين من المهم، انواع من الحيوانات وانواع من الطيور بتجذب ناس كثيره جدا، تجذب قنوات كبيره تيجي تصور، ناس حابه انها تصور، ناس انها تيجي تتفرج على الحاجات دي. احنا هل قدرنا ان احنا نستثمر هذه البيئه او هذه السياحه البيئيه بشكل كويس، ولا محتاجين شويه ماركتنج اكتر، ولا نعمل ايه عشان خاطر نجيب العالم تعالى؟ بصراحه انا عايزه اضيف على كلام حاتم، احنا عايزين افكار تدر دخل قومي للبلد من خلال الحفاظ على البيئه وفي نفس الوقت الاستفاده منها. تمام، يعني الكلام اللي بتقولوه يعني جميل جدا ومهم جدا، وهو ده الفكر الاجنبي المتقدم اللي بيفكر فيه. انا مش عاوز محميه عشان ادخل فيها زوار، انا عاوز محميه عشان تكون عامل للتسويق والاستثمار في جميع المجالات. بس قبل ما اجاوب على النقطه اللي حضرتك طرحتها يا استاذ حاتم، عاوز اقول لحضرتك حاجه، وهي مش سر، لان كنت موجود في احد دورات لجنه التراث العالمي في الصين. فوجئنا بان اسرائيل متقدمه بملف عاوزه تسجل فيه حاجه ما يسمى الاخدود العظيم او الطيور المهاجره.
اي حق تديكي انك انت تسجلي الطيور اللي بتهاجر من مكان لمكان في بحر البحر الاحمر. طبعا مصر بكل ثقلها تصدت لهذا الملف، الدول العربيه المجموعه العربيه تصدينا لهذا الملف واجهضنا هذا الملف. اذا فكر الطيور المهاجره موجود وممكن الاستثمار فيه. فكر التلال الجبليه بتاعه البحر الاحمر الجميله جدا موجود. لما تيجي حضرتك تتكلم عن الفيوم، فيوم هي كمان مليئه بالمحميات الطبيعيه، وادي الريان، وعلى بعد خطوات تلاقي موقع من 440 مليون سنه وهو وادي الحيتان، اقدم منطقه في العالم كلها عندنا حيتان متحجره، وتم تسجيل لحسن الحظ ان تم تسجيل هذا الموقع في قائمه التراث العالمي. لكن ما كملناش الشروط. نكمل ازاي؟ ان لما بحط موقع على قائمه التراث العالمي بيبقى العالم كله معني بصيانته وحمايته والاستثمار فيه وتشجيع السياحه عليه. اذا انا عندي وادي حيتان او وادي الريان من الممكن جدا الاستثمار فيهم وادخال نقد اجنبي كبير جدا سنويا من خلال ادخال المفاهيم الجديده في التراث. اليونسكو اعتمدت مفاهيم جديده، احنا للاسف الشديد لسه بنشتغل بمفاهيمنا القديمه. احنا المحميه بالنسبه لنا عاوزين نروح نزور نشوف النباتات النادره، نشوف الحيوانات المنقرضه، نشوف. لا، مع هذا الفكر تلاشى وهناك دخلت مفاهيم جديده في اعمال اليونسكو، واحنا لازم نكون مواكبين لهذا الحدث. لكن احنا ينقصنا زي ما تفضلت الاستاذه هند الميكانيزم او الاليه اللي هي معناها تتعامل مع المحميات الطبيعيه بالفكر الجديد، وتتعامل من خلال تحديث قوانيننا وتشريعاتنا الوطنيه بما يواكب المواثيق الدوليه. انا النهارده لما حاجه خاطب اليونسكو هخاطب اليونسكو من خلال مواثيق دوليه وضعت من عام 1972 متمثله في اتفاقيه حمايه التراث الثقافي والطبيعي. اذا حضرتك الثقافي زيه زي الطبيعي تماما، بل احيانا اليونسكو من خلال تجربته وجد ان ممكن الثقافه والطبيعه يكون موجودين في مكان واحد، فعمل حاجه في اسمها مواقع مزدوجه. مواقع مزدوجه انها ممكن زي منطقه سانت كاترين، سانت كاترين فيها تراث ثقافي والجبل الطور والنباتات والكده طبيعي. اذا من الممكن جدا ان احنا نبدا نتعمق في دراسه المفاهيم الحديثه التي يستخدمها العالم كله في تنمية وتطوير وصيانة وحفظ المحميات الطبيعية سواء في الفيوم أو في كافة محافظات جمهورية مصر العربية. الحقيقة أنه الأهالي اللي ساكنين في المناطق المجاورة للمحميات الطبيعية، ومثلا هناخد على سبيل الذكر مثلا كاترين، أهالي كاترين من أكتر الناس الحريصة جدا على نظافة المكان والحفاظ على المكان برونقه المتميز بيه، لأنه هو ده بيعتبر مورد رزق بالنسبة لهم. الثقافة دي أنا بشوف أنها لازم تنتشر أكتر ما بين السادة المواطنين المصريين، الحفاظ على المكان بطبيعته بشكله، لأنه هو ده مصدر الدخل، هو ده مصدر الرزق اللي هيكون للبيئة المحيطة بيه. ننشر الثقافة دي ازاي يا فندم ما بين المجتمع؟ لأنه الحقيقة السياح اللي بيجوا عارفين اللي ليهم وعارفين اللي عليهم، بل بالعكس في بعض الأحيان بينتقدوا سلوك المواطنين لما يقومون به في إطار هذه المحميات. المجتمع الدولي تنبه للنقطة دي أستاذة هند من سنوات، وقال لابد من إدماج الأقليات أو السكان المحليين أو المحيطين بالأماكن سواء كانت تراث ثقافي أو تراث طبيعي، في إدماجهم مش بس في الاستفادة، في إدارة الموقع التراثي، لان حيثوا عليها لازم تدي حسسه ان هذا الموقع هو جزء منه. وان لانه لو قدر الله لو حصل حريق في اي مكان هو اول واحد موجود في المكان فاول واحد. اذا لو هذا المكان بيعود عليه بالنفع المادي على الاقل فهو هيكون اول واحد موجود في المكان. من ناحيه ثانيه انا حد حضرتك نموذج لان ازاي الموقع التراث الطبيعي بيعمل عمليه اسهام في تنميه قدرات ومهارات والحياه الاجتماعيه للمحيطين حوله. مثلين اثنين، واحد في الكونغو والثاني في المملكه المغربيه. الكونغو فيها محميه اسمها اوكاباي، اوكاباي دي لان الزرافه الوحيده في العالم اللي موجوده، احنا متعودين الزرافات رقبتها طويله ولما نشبه واحد نقول له انت عامل رقبتك طويل. الزرافه الوحيده المنقرضه موجوده في الكونغو زرافه برقبه قصيره. ونباتات وحيوانات منقرضه وحيوانات نادره وطيور تم تسجيل هذه المحمية في
قائمة التراث العالمي الطبيعي في اليونسكو، وتم إدماج المحيطين. الناس تشوف حضرتك الصور بتاعت الموجودين في الكونغو، الست وهي شايله الحرف التقليديه وبتبيع فيها وموجوده في عين المكان، هي نفسها لما تتبع حياه الست قبل وبعد تلاقي حدث لها نوع من الانتقال. طبعا. النموذج الثاني في المملكه المغربيه، في جنوب المملكه المغربيه شجره واحده يا استاذ حاتم اسمها شجره الارجان. الارجان ده زي شجره الزيتون، ده اللي بيعملوا بيها الشعر وبيعملوا بيها كل حاجه كلها. بيعمل الشجره دي يا استاذه هند زي شجره الزيتون عندنا، الشجره دي بتقوم عليها صناعات كامله. اولا تم تسجيلها في قائمه التراث العالمي الطبيعي، يعني هي محميه بالقانون الدولي، ما يقدرش واحد ياخد ثمره من ثمرات هذه الشجره. الارجان يزرعها عنده. الارجان بتدخل في زيوت التجميل والشعر وزيوت الشعر والاشياء الطبيه، وتم تطوير هذا النموذج، وبدات مكان السيدات في جنوب المغرب يقعدوا بالوسائل التقليديه يعصروا هذه الثمرات. تم ادخال تقنيات حديثه، وتروح تشوف الاسر اللي موجودين يا استاذ حاتم في الاستاذ هند في هذه المنطقه، حدث لهم تطوير طبعا كبير جدا. الدنيا اتغيرت تماما. طب هو احنا ما عندناش، ما ده اللي احنا بنقوله يا دكتور، ما عندناش يعني يا استاذ حاتم لما حد بيعمل حاجه صغيره كده ويشتغل عليها مع كامل احنا احترامنا. عندنا شجره ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، وعندنا سينا فيها اشجار مميزه، والزيتون دول لوحدهم والبلح ويعني لكن احنا عشان نطبق اللي اشرت اليه الاستاذه هند، لابد نتعامل بالفكر الجديد اللي اليونسكو والمنظمات الدوليه بتتعامل بيه. احنا حتى الاثار الثقافيه لابد نعاد تاني مرة أخرى التعامل معها من خلال تطويرها وحمايتها والاستثمار فيها. الاستثمار فيها بقى مادة أساسية. خليني أسأل حضرتك سؤال سريع. فضل. دلوقتي يعني وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة شغالين وعندهم بلانز وخطط إن هم يشتغلوا، بس إحنا الحمد لله رب العالمين إحنا مساحتنا كبيرة وربنا مدينا حاجات كتير وإحنا ماشيين في كل حاجة، بس إحنا الموضوع ده بياخد وقت. إحنا دورنا إيه بقى كمواطنين؟ دور رجال الأعمال، يعني مش كل حاجة نقول الحكومة والقطاع العام، أكيد في القطاع الخاص ليه دور مهم جدا في الماركتينج وتسويق السياحه بشكل كبير، وخصوصا كنا لسه بنتكلم فيه مع الغرف السياحيه والشركات السياحيه وكل الناس اللي ممكن تستثمر. حضرتك شايف ممكن نعمل ايه ودورنا ايه في اولا الجاي. احنا نسمن على الجهود سواء في وزاره الاثار لحمايه الاثار وجهود وزاره السياحه في السياحه، لكن في نفس الوقت عشان تدخل مفاهيم جديده وتنفذ ليها لابد، انا بقترح من خلال برنامجكم الجميل ده مصر الجميله انشاء آلية مستحدثة جديدة تجمع لي هذه الهيئات العليا اللي فيها. أنا عندي شجرة في سينا، أنا عاوز هذه الشجرة يقام عليها مصانع وتفتح بيوت وتكافح الفقر وتحل لي مشاكل كتير قوي. لن يتم ذلك من خلال الروتين ومن خلال الوسائل الإدارية اللي احنا شغالين فيها بوزارتنا، ونكون واقعيين، وده ما أعتقدش يغضب أحد. احنا كلنا هدفنا هو إحداث التنمية، وهنقول ونبعد بعيد ليه؟ طب ما نستفيد من التجارب الناجحة. التجارب الدولية عملت كده، يعني أنا في بلاد وبلاد العربية أنشأت هيئات مستقلة للمتاحف بس. الهيئة دي مهمتها قاعدين بالخبراء اللي فيها بالمعنيين اللي فيها يفكروا في ازاي المتاحف. القيمة الاقتصادية في المتاحف، القيمة الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ما هي الآليات التي نبرز فيها هذه القيمة الاقتصادية لإحداث تنمية مستدامة وإحداث دخل ونقد أجنبي جديد يضاف إلى الدخل الموجود، وبالتالي شرائح جديدة من السياح اللي هيبقى هدفها سياحة بيئية وسياحة شعر. وأنا من هذا المكان أيضا اقترحنا من المدة اللي فاتت سينا، وحضرتك ذكرت الألعاب والغطس والأشياء دي، ليه ما نعملش متحف للرياضة؟ ده أنت عندك الرياضة موجودة من أيام الفراعنة، والمقابر مناظر على المقابر والمتاحف موجود ألعاب، إحنا أول ناس نمارس الألعاب الرياضية ومسجلة، ليه ما نعملش متحف جميل في شرم الشيخ؟ ليس له أي مكان تاني إلا شرم الشيخ، ونعمل متحف الرياضة المصرية أو تاريخ الرياضة المصرية. إزاي هتجيب أفكار كتير، هتجيب لك يا أستاذ حاتم شرايح جديدة من السائحين. إحنا عاوزين أولاً مع القفزات الهائلة اللي بتحدثها القيادة السياسية الآن، شوف حضرتك البلد كلها بقت أوراش عمل، عندنا تطوير في جميع المناطق في جميع المحافظات، لابد احنا كمان على مستوى الخبراء ومستوى المسؤولين نكون على قد هذا التحدي ونطرح افكار قابله للتحقيق لتنميه مش بس المحميات الطبيعيه، بالعكس
تنميه كافه اوجه الحياه في مصرنا الجميله ان شاء الله يا فندم. بنشكر حضرتك يا فندم، وان شاء الله كل الافكار قابله ان هي تتنفذ على ارض الواقع زي ما بنقول وبنشجع وبنتمنى ان يبقى في استثمار خارجي يشمل يعني المناطق البيئيه المختلفه والتنميه المستدامه. عايزين كمان نشجع الاستثمار الداخلي، لو في عقبات بتواجه الاستثمار الداخلي والاستثمار المحلي يتم تذليلها، لانه سكان المكان واهل المكان اكتر ناس هيبقوا عندهم اهتمام ان هم يحافظوا عليه، لان هو ده هيكون مصدر دخلهم ورزقهم والنماذج كتير زي ما الدكتور اشار في المغرب وكمان البحر الميت في الاردن، المنتجاتها بقت مشهوره جدا في جميع دول العالم. احنا مش اقل من كده نقدر نفكر ونحط ايدينا في ايدين بعض ونحقق تنميه مستدامه للكل. شكرا يا فندم، وشكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده في مصر جميله، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد وحلقه جديده ومصر.